تتصور الآن أن أمير المؤمنين عليه السلام تسلم مقاليد الحكم، إذن أمير المؤمنين قادر على إرجاع فدك؟ لا لا، مجرد كونه حاكما واليا ما كان يمكنه من فعل ما يريد صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ هناك عندنا رواية، أذكر الرواية ثم أوضحها. الرواية يرويها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي بسند صحيح عن سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. سليم بن قيس قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال، وهذه الخطبة إخواني جدا مهمة، قال: لقد عملت الولاة قبلي أعمالا، التفت لي، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت عليه على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي. ثم أمير المؤمنين يضرب أمثلة، يقول: أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام ورددته إلى موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددت فدكا إلى ورثة فاطمة. أمير المؤمنين نص على الموضوع، ورددت فدكا إلى ورثة فاطمة. أمير المؤمنين يقول: مو بإمكاني، مو بإمكاني فعل ذلك. أنت الآن يجيب بالك هذا السؤال، تقول: كيف ليس بإمكانه أن يفعل ذلك؟ ليش؟ خل أجيلك إلى قضية فدك. فدك كما نعلم نحلة نحلها النبي للصديقة الطاهرة عليها السلام، وصودرت منها بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، على طبق حديث مخترع آنذاك: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طبعا الصديقة الزهراء كما جميعنا يعلم واجهت هذا الادعاء، كذبت هذا الحديث وأوضحت أن هذا الحديث على خلاف القرآن الكريم. مع ذلك لم يصغى لدعوى الصديقة الطاهرة هذا الحديث، وهذه الثقافة شاعت بين المسلمين. خلاص، الثقافة التي شاعت بين المسلمين أن الأنبياء لا يورثون، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركه فهو صدق، صارت ثقافة. راح الأول، جاء الثاني، أمضى ما صنعه الأول، ترسخت الثقافة. راح الثاني، جاء الثالث، أمضى ما صنعه الأولان، بعد هذه الثقافة صارت متغلغلة. أمير المؤمنين الآن لو جاء وأراد أن يرجع فدكا، شو اللي يواجهه؟ يواجه ثقافة جماهيرية، الجمهور الذي تحت يد أمير المؤمنين عليه السلام كله قد تربى على هذه الثقافة، على أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه صدقة. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يسترد فدكان فإنه يحتاج إلى مواجهة جماهيرية
مع الجنود، مع العساكر، مع الولاد، مع الناس، حتى يرجع فدكا لورثة الزهراء عليها السلام. وما كانت الفرصة تسع أمير المؤمنين أن يخضع المجتمع الإسلامي آنذاك إلى هذه المواجهة. ولذلك فإن الأمر ما كان بيده صلوات الله وسلامه عليه، الأمر كان صعبا مستصعبا. لذلك أكو رواية واردة أن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما قالا: يا أبانا، أنت تعلم أن الحق حقنا والإرث إرثنا، فرد إلينا فدك. جاوبهم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لقد جرى من كان قبلي على ذلك، ولو استوت قدماي في هذه المزالق لرددتها إليكما. أمير المؤمنين يقول ليهم الطريق طريق مزالق، المرحلة مرحلة حرجة، المرحلة مرحلة صعبة، إعادة الأمور إلى نصابها في كل جزئية من الجزئيات ما كان شيء متيسر. لذلك اقتصر أمير المؤمنين على الأهم، فالأهم من أجل تصحيح المسار، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.